مع المزيد من التعرف على الإجهاد الشد أو المطاوعات، تنسى الستراس ترين جراف. كيف تتغير المطاوعة مع الإجهاد؟ وكيف نستفيد من دراسة منحنى الإجهاد أو المطاوعة في معرفة الخصائص الميكانيكية للمواد؟ الإجابة هنا لدينا نشاط يبين لنا منحنى إجهاد الشد والمطاوعة ومعايير يانج. الأدوات طبعا سلكة فلزاي من المادة نفسها، طول كل منها 2 متر، وكتل مختلفة، ومايكرومتر، ومقياس متري مدرج بالمليمتر، وورنية، وساعة يد كما نرى هنا. الخطوات نقص قطر كل من السلكين من أماكن عدة مختلفة مستعملة المايكرومتر، ثم نحسب متوسط قطر كل سلك، ونحسب مساحة مقطعه العرضي ألف تساوي باي نون قاف نصف القطر تربيع. نثبت الطرف العلوي لكلا السلكين في دعامة كما هنا، ونثبت في الطرف السفلي أحد السلكين مقياس المتري، وثقلا ليحافظ على السلك مشدودا يسمى هذا السلك سلك الضبط، ونثبت في الطرف السفلي للسلك الآخر الورنية والخطاف يسمى هذا السلك سلك التجريب. إذا كما نرى سلك الورنية أو يعني سلك الضبط وسلك التجريب. نعمل هنا زي يعني كجدول نسجل عليه النتائج، وطبعا لابد من التأكد أن السلكين مستقيمان ومشدودان، وأن صفر الورنية محاذي تماما للصفر القياس المتري. الآن التطبيق أيضا، نضع كتلة 500 جرام فوق الخطاف برفق، وننتظر 10 ثواني، ثم نأخذ قراءة المقياس والورنية معا. هذه القراءة تدل على الزيادة في طول السلك التجريبي، هل يعني استطالته. نحسب الوزن المعلق قاف تساوي كاف جيم، وحيث جيم تساوي 9.8 جزء من 10 متر لكل ثانية تربيع، ثم نحسب قيمة الإجهاد الطولي قاف على ألف، وقيمة المطاوعة الطولية دلتا لام على لام. نسجل النتائج كما هي، الكتلة المعلقة كاف 0.5 جزء من 10، و1.0 جزء من 10، و1.5 جزء من 10، وهكذا. القوة الوزن تساوي كاف جيم نيوتون 4.9 جزء من 10، 9.8 جزء من 10، و14.7. إذا نلاحظ الزيادة في الاستطالة. استطالة دلتا لام ميم، الإجهاد الطولي قاف على 1000 باسكال، والمطاوعة دلتا لام على لام. إذا ولازلنا أيضا نرفع الكتلة برفق، ثم نأخذ القراءة الثانية، وهكذا. نكرر الخطوات الثلاثة السابقة مرات، وبزيادة 500 جرام في كل مرة، ونستمر كذلك بتعيين الإجهاد على المحور. الآن نمثل هذه البيانات التي حصلنا عليها بيانيا على ورقة رسم بياني، وبذلك حتى يتعين الإجهاد على محور الصادات، ونعين مطوع محور السينات. إذا حصلنا على علاقة خطية كما نرى هنا المبين، يعني علاقة خطية بين الإجهاد والمطاوعة، هنا إجهاد الشد وهنا المحور. إذا إجهاد والشد نحسبه على محور السينات، والمطاوعة على محور السينات، والإجهاد على محور الصادات. نلاحظ المطاوعة أيضا من خلال العلاقة الخطية بين الإجهاد والمطاوعة، نحسب ميل الخط ميله. حاول انه نستنتج العلاقة بين ميل الخط المستقيم وثابت مرونة سلك يعني التجريب الذي يمثل نسبة بين القوى الاستطالة، نسجل عليه. من خلال هذا البيانات نلاحظ ما يلي. طبعا هل العلاقة الخطية بين الإجهاد والاستطالة ما تزال قائمة؟ كما نلاحظ إجهاد الذروة، لدينا إجهاد حد التناسب، إجهاد حد المرونة، إجهاد الكسر، وإجهاد الذروة. إذا قمنا بإجراء هذه التجربة بنجاح، فسنحصل على منحنى إجهاد الشد والمطاوع المادة اللينة، والذي يبدو في شكله العام كما في هذا الشكل. وهنا يمكن تقسيم هذا المنحنى إلى جزئين رئيسيين، هما 1 التشوه المرن، إلاستيك ديفورميشن في المنطقة واو وألف، هنا واو وألف أيضا، والتي تتناسب المطاوعة طرديا مع الإجهاد، والعلاقة بينهما خطية، فمضاعفة الإجهاد تنتج مطاوعة، يعني مضاعفة. تمتاز أيضا المادة في هذا الجزء بالسلوك المرن، لأن التشوه فيها يزول بزوال الإجهاد عنها، لذا فهي تطيع قانون هوك، وتسمى النقطة ألف حد التناسب (Proportional Limit)، لأن التناسب الخطي بين الإجهاد والمطاوعة ينتهي عندها،
وتوصف القوة التي يبذلها السلك في العودة إلى طوله الأصلي ضمن المنطقة. واو وباء، هنا واو وباء. إذن بأنها هي قوة محافظة، كما يوصف التشوه في شكل الجسم هنا بأنه تشوه استرجاعي restoring deformation، ويستمر التشوه المرن في الجزء ألف وباء، غير أن التناسب بين الإجهاد والمطاوعة لا يكون خطيا، فالمطاوعة تزداد بنسبة متغيرة مع الإجهاد، وينتهي السلوك المرن المادة عند النقطة باء التي تمثل حد المرونة elastic limit. طبعا أيضا ممكن تقسيمها إلى تشوه البلاستيك plastic deformation بازدياد الإجهاد، كما نلاحظ عن حد المرونة يبدأ السلوك البلاستيكي لتشوه المادة، يبدأ السلوك البلاستيكي هنا وهي المنطقة باء وها من الشكل، وتسمى بهذا الاسم لأن سلوك المادة فيها يشبه سلوك الألياف البلاستيك. تمتاز المادة في هذه المنطقة بصفات: واحد، أنها تستعيد جزءا من طولها الأصلي عند زوال الإجهاد عنها ولا تعود إلى طولها الأصلي أبدا، جزء من تستعيد من جزء من طولها الأصلي لكنها لا تعود. فإذا يزيل الإجهاد عند النقطة جيم كما نرى فلا تعود المادة إلى النقطة واو، بل تعود إلى نقطة أخرى مثل واو فتحة، وتبقى الزيادة في الطول واو واو فتحة دائمة، أي أن تشوها طوليا دائما يحدث في المادة. لذا يوصف سلوك المادة في منطقة التشوه البلاستيكي بأنه غير استرجاعي. أيضا من صفات أو من خلال هذا المنحنى ممكن أيضا أنه نقسمه إلى أجزاء. الجزء قلنا أنه وما نلاحظ عليه تزداد المطوعة ازديادا سريعا مع ثبات الإجهاد أو زيادته بشكل طفيف في المنطقة باء وجيم كما ذكرناها هنا باء وجيم، هذا الزيادة ما تسمى منطقة الإذعان أو الخضوع. يصاحب سلوك الإذعان نقص في مساحة مقطع السلك، ويسمى أكبر إجهاد يتحمله السلك قبل أن ينقطع إجهاد الذروة أو إجهاد النقطة ذال، وتمثل ها ذال وها هنا ذال وأيضا ها، هذا يسمى ذروة الإجهاد. وأيضا إجهاد النقطة تمثلها النقطة التي تنكسر المادة فيزيائيا عندها، ويسمى الإجهاد عندها إجهاد الكسر breaking stress. إذن هذه نقطة الكسر وهي التي ينكسر عندها الإجهاد فيزيائيا، تعبر عنها كذا، وهو مرتبط بمقدار الطاقة اللازم لكسر الروابط الداخلية بين ذرات المادة أو جزيئاتها. من المهم أيضا أن يعرف المصممون والمهندسون هذه الدرجة للمواد التي يستخدمونها. من الجدير بالذكر أن قلة من المواد اللينة من مثل الفلزات والمطاط تستطيع أن تستطيل حتى 0.0 يعني 5 جزء من 100 من طولها الأصلي ضمن حد المرونة، لكنها يمكن أن تستطيل بعد تجاوز كما نلاحظ هنا. إذن من طولها الأصلي قبل وصولها إلى حد الإجهاد. لذا تمتاز المواد اللينة بمنطقة تشوه بلاستيكي كبيرة، وبذلك توصف بأنها قابلة للسحب والطرق. أما المواد الهشة أي غير المتينة مثل الحديد الصلب والزجاج فتمتاز بأن منطقة تشوه البلاستيكي فيها صغيرة أو شبه معدومة أحيانا، والخط أو المنقط في الشكل هذا المعبر عنه هذه الشكل، هذا الخط المنقط يمثل سلوك المطاوع مع الإجهاد لمادة هشة، فهي تصل إجهاد الكسر ها فتحة مباشرة بعد تجاوزها إجهاد الحد المرونة. نلاحظ ها فتحة، إذن هذه المنطقة الهشة هي إجهاد المرونة، بذلك توصف بأنها غير قابلة للسحب والطرق. وهذا الجدول يبين لنا قيم إجهاد المرونة وإجهاد حد الذروة لبعض المواد الشائعة الاستخدام زي ألمنيوم، عظام، نحاس أصفر، نحاس أحمر، حديد، فولاذ، ماء. نلاحظ الماء، إذن معايير المرونة في الباسكال لا يوجد، ومعايير المرونة القصي باسكال لا يوجد، ومعايير المرونة الجرمي أو الحجمي 0.21 جزء من 100، إجهاد أيضا لا يوجد للماء، وإجهاد حد الذروة لا يوجد للماء. الزجاج معايير المرونة من 7.8 جزء من 10، 6 إلى 6.5 جزء من 10، ومعايير المرونة أيضا للزجاج 3.2 جزء من 10 إلى 2.6 جزء من 10، ومعايير المرونة للزجاج بالباسكال 5.5 إلى 5.0 جزء من 10، وإجهاد لا يوجد حد المرونة، وإجهاد الذروة للزجاج أيضا لا يوجد. نلاحظ العظام، معايير المرونة الطولي باسكال 1.5 جزء من باسكال طبعا جزء من 10، 8 حد المرونة القصي،
ومعايير المرونة الجرمي أو الحجمي لا يوجد للعظم، وإجهاد حد إجهاد المرونة باسكال لا يوجد، وحد الذروة 1.3 للعظام. إذن بالعودة لهذا الشكل، عودا على بدء، إنه يمكن تمثيله العلاقة الخطية ضمن حد التناسب، ويمثل الميل لهذا الخط المستقيم مقدارا ثابتا يعتمد فقط على نوع مادة الجسم، ويسمى معيار المرونة الطولي لينار إلاستيك مودلس، وهو نسبة الإجهاد الطولي للمطوع الطولي، يسمى أيضا معيار يانجس مودلز تكريما لعالم يانج الذي كانت له إسهامات مهمة في هذا الموضوع، وتحدد قيمته رياضيا عن النحو التالي: يا الإجهاد على المطوع تساوي القوة على المساحة على التغيير في الطول على الطول الأصلي، يعني قاف على ألف تساوي على دلتا لام على لام، يعني تساوي قاف ضرب لام وألف ضرب دلتا دال. بما أن معيار يانج يعتمد على نوع المادة المصنوعة منها الجسم فقط بغض النظر عن شكله وأبعاده، فإنه يعد صفة فيزيائية تميز المواد عن بعضها، ويعكس مقدار معايير يانج خاصية القساوة، فالمادة الأكثر قساوة تكون قيمة معايير يانج لها كبيرة، كما في قيم معايير يانج لبعض المواد الشائعة الاستخدام.